بيعرف التكيه تفضل يزورها. نحن في تكيتنا بنروح نعمل بمعدل طول ثلاث السنة على تأمين وجبات طعام للعائلات المسورة. في الأيام العادية عدا شهر الفضيل بنعمل ثلاث أيام في الأسبوع، هو أيام السبت والاثنين والخميس. وجبات أكل بيجوا للعائلات المسورة ضمن دائرة محددة بساعات محددة، بيجوا بيستلم أكلهم وبرجعوا على البيت عبدوتهم. مشان بالإضافة إلى أنه ثلاث أيام في الأسبوع الثانية إحنا بتم توزيع الرز والدجاج أو اللحوم أو ما يتأثر لدينا، نوزعه على بيوت العائلات المسورة بشكل مباشر دون طبيخ. يعني بتقدم في الوجبة الرئيسية اللي هي يوم الخميس الجريشي، هلا بتقدم وجبات ثانية مثلا هي في رمضان بقدموا يوم فريكة، بسوي يوم شوربة فاصوليا ورز دجاج ورز حسب كل يوم، يعني في طبخة شكل طيلة أيام الأسبوع في رمضان. بالأيام العادية يوم في الأيام اللي ما فيها رمضان تعمل التكية يوم الاثنين ويوم الخميس. والله الوضع الاقتصادي سيء جدا لدرجة إن هسه يعني أنا كنت احد الجولات في شوارع البلد، يبدو انه الوضع مش وضع طبيعي، اقل من الطبيعي نظرا لعدم انتظام الرواتب للموظفين، نظرا لوجود العمال، نظرا للوضع السياسي والامني الموجود في المنطقه. والله احنا نشدنا وبناشد كل الايادي البيضاء وكل الناس الخيرين، كل الناس اللي ممكن يكون بين ايديهم تقديم الخير والعون من التجار من رؤوس الاموال، يمد يد خدي صار رسالتنا لاستكمال رسالتنا للمواطن.